الإعلام الحديث والمناحي الجديدة في حياتنا مع استخدام اليوم الإعلام الحديث. أستاذ أحمد محمد عمر تفضل. الله يكرمك. أنا دائما يعني بحب أدخل للمداخل من مداخل غير متخصصة باعتبار أن لست متخصصا في المجال، ووجود البروف يغني في المجالات المتخصصة. أنا بدخل للإعلام الرقمي من باب الآخر اللي هو باب ضمغرطة الحياة وقيم العدالة وقيم الشفافية والمحاسبة. الإعلام الرقمي الموجود الآن المتمثل في 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 الصحف الإلكترونية، المتمثل في 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 عناصر التدوين الأخرى اللي هي فيديو صوت صورة غيره، في أعلاه الآن أصبح وتصدر المشهد وسائل التواصل الاجتماعي والانتشار الواسع لها. نحن في السودان مثلا كإحصائيا عندنا 1,500,000 حساب على مواقع التواصل الاجتماعي مجتمع. في ضيق، يعني في ضيق تجاه ممارسة الحرية المحددة والنقد في 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 التواصل مع الحياة العامة. التقليديين دائما هم بيخافوا من الحاجة الجديدة. أنا عن نفسي أرى أن هذه المساحة من الحرية والفعالية في العمل العام ويبدا الرأي في كل القضايا التي تحيط بنا كوطن، هذه حسنة من حسنات هذه الوسائل التي يمكن يعني ممكن نعتبرها من فوائد وسائل التواصل الاجتماعي، هو انتشار الهم العام والفعالية في العمل العام. زمان انت اذا جيت حددت بتلقى الفاعلين في مجتمعنا سياسيين، إعلاميين، مثقفين، هي طبقات محددة مرتبطة بمؤسسات الدولة. الآن اصبح الفاعلين في العمل السياسي ليس العمل العام ليس بالضرورة هم المرتبطين بالمؤسسات القديمة. لذلك تجد أن هنالك صدام كبير جدا أن مثل هذه الأفعال هي منافية، وهو إذا جينا ده جزء من مشاكل في الشخصية نفسها.